الجيش الروسي بدأ باستخدام أسلحة استراتيجية خطيرة للغاية ضد الجيش الأوكراني، وهذه الأسلحة هي متمثلة بهذا الصاروخ، وهو صاروخ كينزل الذي طبعا يتم حمله من قبل طائرة ميج و31 بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية. هذا الصاروخ هو صاروخ أسرع من الصوت بعشرة أضعاف، وتصل سرعته إلى يطير ويستطيع من الطيران على مسافة 14700 كيلومترا في الساعة الواحدة، سرعة هائلة للغاية بالنسبة لهذا الصاروخ. والأمر لا يتعلق فقط بالسرعة بالنسبة لهذا الصاروخ، بل ما يجعله خطيرا هو في حقيقة الأمر ليست فقط السرعة، وإنما أيضا بأن هذا الصاروخ يتمتع بأنظمة تشويش عالية للغاية، وكذلك يتمكن من المناورة والمراوغة في جميع المراحل التي يطير بها، وبالتالي هذا الصاروخ يشكل تحديا كبيرا إلى جميع المنظومات الدفاعية على مستوى الباك 3 الثاد وحتى الباتريوت. وهذا الصاروخ يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، ولديه دقة عالية جدا في عملية الإصابة، يستطيع إصابة أهدافه بدقة تكاد تكون قريبة جدا من 100%، وبالتالي هذا الصاروخ هو يسبب حرجا للخصوم، وعادة لا يعطي فرصة للخصم بالتصرف ضد هذا الصاروخ. هذا الصاروخ استخدمته وزارة الدفاع الروسية بحسب تصريحاتها الرسمية إلى منطقة وإلى بلدة، هي بلدة تقع إلى غرب أوكرانيا بهذا الاتجاه، وهذه النقطة هي التي تتمثل ببلدة ديلياتين، وتحدثوا بأنهم قاموا باستخدام هذا الصاروخ وهذه الصواريخ ضد مستودع تتواجد فيه العديد من الصواريخ، منها حتى أسلحة وصواريخ جوية للطيران الجوي الخاص بأوكرانيا. والواضح جدا بأننا قد نكون أمام إحدى المخازن هنا التي تخزن الأسلحة التي ترسل من قبل بولندا أو من رومانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي استهدفوها بهذا الصاروخ بهذا الشكل الذي نراه. وكذلك وزارة الدفاع الروسية هي نشرت بعد ذلك مباشرة وبعد هذه التصريحات الكبيرة والهائلة باستخدام هذا الصاروخ الذي يعتبر تحولا نوعيا، نشروا هذا المقطع المصور وقالوا بأنه تم استخدام صاروخا دقيقا للغاية بضرب مستودعات تخزن فيها صواريخ وأسلحة تابعة إلى الجيش الأوكراني. وبالتالي عندما تم النظر إلى هذا المقطع المصور بهذا الشكل، أخذ من جميع الوكالات ليس فقط المحلية أو العربية وإنما الدولية والعالمية بأن هذا الموقع وهذه المنطقة التي صورت بهذا الشكل ونشرتها وزارة الدفاع الروسية بأنها فعلا موجودة في هذه المنطقة، وحتى أن صحفا مثل الميرور البريطانية وكذلك ذا صن البريطانية، الديلي ميل، الوكالات الأمريكية وجدت هذا المقطع فعلا هو لحظة استخدام هذا الصاروخ الهايبرسونيك الفرط الصوت طبعا الذي نتحدث عنه، بأن هذا هو المقطع كان هو التصوير لهذه الضربة. ولكن في حقيقة الأمر بأننا إذا ما نظرنا بدقة إلى هذا المقطع وإلى هذا الفيديو، فليس هنالك أي قطعة غرب أوكرانيا أو حتى وسط أوكرانيا تتشابه مع ما ظهر في هذا الفيديو، والمنطقة مختلفة تماما مما تم الإعلان عنه. وبالتالي إذا ما أخذنا على سبيل المثال بعض اللقطات والنقاط السريعة من هذا المقطع المصور قبل الاستهداف، فسنلاحظ بأن هذه هنا كما نلاحظ مخازنا كثيرة بهذا الشكل، وأيضا كما نلاحظ بأن هنالك مسافة نوعا ما بين هذه المخازن والطريق بهذا الاتجاه، وهذه هي طبعا منطقة زراعية أو مزروعة، هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه. وكذلك هنالك مباني بهذا الاتجاه مميزة نوعا ما، وهنا هذا يعتبر وواضحا بأننا أمام هنجر أو مخزن كبير جدا، واضح بأنه قصف أثناء المعارك. هذه العلامات ستكون كافية لنا لمعرفة أين هي المنطقة، وهنا المفاجأة إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فقط لنعرف أين هذه المنطقة بالفعل، وبالتالي بالتوجه إلى القمر الصناعي الآن، وها نحن نقف على مدينة ديلياتن التي تأتي إلى جنوب مدينة مهمة جدا، هذه بلدة ديلياتن، هذه هي إيفانو فرانكفيست بهذا الاتجاه. بالتالي سنلاحظ أن القمر الصناعي سيأخذنا إلى منطقة تقع إلى أقصى شرق أوكرانيا، وهذه الضربة وهذا المقطع المصور هو لا علاقة له بالغرب أبدا، وهذه المنطقة تأتي إلى جنوب مدينة إيزيوم التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا. وهنا كما نلاحظ بأن العلامات متشابهة،
وهذه هي المخازن التي تحدثنا عنها والتي ظهرت واضحة بأنه تم الاستهداف هنا، وهذه هي المساحة المفتوحة وهذا هو الطريق، كل شيء متطابق، وهذه هي المنطقة المزروعة طبعا بكل تأكيد، وكل شيء طبعا متطابق، وبالتالي هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، هذه طبعا هي البناية وهذا هو المبنى الذي ضرب طبعا وكان واضحا جدا من عملية التصوير التي جاءت من وزارة الدفاع الروسية، وبالتالي هذه المنطقة هي توبوليزم وهذه منطقة قريبة جدا من إقليم دونباس وهي من ضمن إقليم خاركيف إلى شرق أوكرانيا وأقصى شرق أوكرانيا، وبالتالي المنطقة غير متشابهة أبدا، وهنالك مقصد بالنسبة للروس على ما يبدو، خاصة وأن كان هنالك إعلانا اليوم من وزارة الدفاع الروسية متعلقا أيضا وبنفس الطريقة باستخدام نفس الصاروخ، صاروخ كينزل فرط صوت هايبرسونيك، وقالوا بأنهم استخدموا هذا الصاروخ من المجال وفوق المجال الجوي لشبه جزيرة القرم واستهدفوا به طبعا الأراضي الأوكرانية، وحتى أنهم تحدثوا بأنهم استخدموا صواريخا أخرى أيضا قادمة من بحر قزوين إلى جنوب أوكرانيا، ولكن بالنسبة لكينزل وأين استخدم وأين ضرب لم يوضحوا لا التاريخ ولا حتى الموقع الذي استهدفوه بالنسبة إليهم، وواضح جدا بأن النقطة التي تحدثوا عنها هنا هذه هي المنطقة التي نتحدث عنها طبعا توبوليزم التي ظهر بها طبعا هذا المقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، وبالتالي المسافة نتحدث عن 1000 كيلومتر، والواضح هنا بأننا أمام نوع من المناورة من قبل وزارة الدفاع الروسية، قد يكون لأسباب أنهم لا يريدون لأحد أن يطلع على طبيعة استخدام هذه الصواريخ، صواريخ الفرط صوت كينزل بهذا الشكل، وأن لا تتم عليه دراسات وعلى السرعة والسقوط وغيرها من هذه التفاصيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة لكل هذه التفاصيل، وصرح مسؤولون أمريكيون إلى CNN بهذا الشكل حول هذا الصاروخ، وقالوا الولايات المتحدة كانت قادرة على تتبع عمليات إطلاق الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفي نفس الوقت وجدوا بأن استخدام هذا الصاروخ إلى غرب أوكرانيا بهذا الشكل هو يعتبر تهديدا ورسالة تهديد واضحة جدا إلى حلف الناتو بل حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن هذا الصاروخ بسقوطه بهذا الاتجاه هو لا يبعد مثلا من رومانيا ومن الحدود الرومانية إلا 100 كيلومترا فقط، وبالتالي هو يأتي على الحدود مع المجر مع سلوفاكيا مع بولندا، وكذلك هذا الصاروخ لو استخدم من هذه المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا على سبيل المثال مع المدى الذي يتمتع به 2000 كيلومتر فهو يستطيع من ضرب ليس فقط ألمانيا بل أنه يستطيع الوصول إلى فرنسا ويستطيع أن يغطي أوروبا بهذا الشكل، يستطيع الوصول إلى إيطاليا بهذه المسافات، وبهذا الشكل هو يضرب تقريبا أغلب الدول التابعة إلى حلف الناتو، ونحن نتحدث عن صاروخ كينزل. هنالك صاروخ آخر وهو أفانغارد، وهذا الصاروخ طبعا يصل مداه إلى 6000 كيلومتر تمتلكه طبعا روسيا، وهذا الصاروخ أساسا أفانغارد هو يصل وتصل سرعته إلى الضعف تماما أكثر من 33000 كيلومتر في الساعة الواحدة يتمكن هذا، ولديه قدرة في طبعا قطعها بالنسبة لأفانغارد، وبالتالي هو سيضرب حلف الناتو بأكمله، وكذلك من الممكن أن يصل إلى بريطانيا بالنسبة لكينزل إذا ما جاء في أي موقع من هذه المواقع من هنا ممكن له أن يضرب بريطانيا، وبالتالي نتحدث هنا عن صواريخ فيها تهديد كبير للغاية بالنسبة لحلف الناتو، ولهذا المسؤولين الأمريكيين وجدوا بأن فيها رسالة كبيرة جدا مما جرى في مدينة وفي بلدة ديلياتن، وهذه القضية إذن والسؤال الأكبر ما هو المخزن الذي قصف وتابعته الولايات المتحدة الأمريكية في بلدة ديلياتن؟ هذه طبعا البلدة وهذا المخزن الذي ضرب إذا ما لاحظناه وذهبنا إلى القمر الصناعي، هذه هي بلدة ديلياتن التي ترونها إلى غربها على مسافة 6.5 كيلومتر فقط، سنجد أنفسنا أمام هذه القاعدة وهي قاعدة قديمة جدا كان يستخدمها الجيش أو جيش للاتحاد السوفيتي سابقا، وهذه القاعدة كانت هي أساسا تستخدم من أجل تخزين الصواريخ النووية والرؤوس النووية تحت الأرض، وبالتالي كل المصادر أكدت بأن هذه هي القاعدة التي استهدفت، لكن أين بالضبط وأين هي المخازن هذا الأمر غير واضح، ولكن قد تكون الأقمار الصناعية ممكن لها أن تعطينا صورة فيما بعد حول هذا الموضوع. القضية الأهم فيما يجري وعندما نتحدث عن هذه الأمور ومع هذه التطورات التي جاءت هنا هي تصاحبها أيضا تطورات على المستوى الميداني العسكري، ليس هنالك
هناك الكثير على مستوى كييف غير القصف وخاركيف كذلك وحتى ميكولايف، لا زالت الأمور يعني هنالك تقدم من القوات الروسية، ولكن هنالك صد ونجاح بالنسبة إلى القوات الأوكرانية وكذلك مدينة إيزيوم التي تأتي إلى شمال المنطقة التي أشرنا لها، ألا وهي منطقة توبولزم، سيطرت عليها طبعا القوات الروسية لكن لا يعتبر تقدما كبيرا. الأهم في كل ما يجري الآن والقوات الروسية تركز على هذه النقطة وهي مدينة ماريوبول من أجل إنهائها وإنهاء السيطرة عليها. ما الذي جرى في مدينة ماريوبول من عمليات كبيرة؟ بالنسبة لمدينة ماريوبول، هذه المدينة المهمة، هذه هي مدينة ماريوبول التي ترونها بهذا الاتجاه، وهذا هو طبعا بحر أزوف بهذا الشكل. ماريوبول هي مقسمة إلى 4 مقاطعات، وهنا طبعا مقاطعة بهذا الاتجاه، وهنا مقاطعة شمالية، وكذلك هنالك مقاطعة مهمة إلى وهي مقاطعة سنترال، وكذلك هنا مقاطعة أخرى تبدو إلى هذا الاتجاه إلى جنوب غرب ماريوبول، وكذلك هنالك نهرا يفصل هذه المنطقة تقريبا يأتي بهذا الشكل، يفصل هذه المقاطعات، وهنالك كذلك نهرا يأتي بهذا الاتجاه لكي يعزل هذه المقاطعات بهذا الشكل. مدينة ماريوبول كانت محاصرة لأكثر من 2 أسبوع من قبل القوات الروسية، وبعد هذا الحصار الكبير وبعد فتح الممرات للمدنيين وخروج أغلب المدنيين منها، بدأوا بعملية الانقضاض على هذه المدينة، وبالتالي بدأوا أولا بالقدوم وبدأوا بالتحرك من الشرق ومن الغرب، بدأوا يتقدمون بهذا الشكل من أجل قطع أوصال مدينة ماريوبول وبالتالي جعلها في موقف صعب، خاصة وأنهم يركزون على المناطق وعلى المباني الحكومية الرئيسية التي تأتي بهذا الاتجاه والتي واضح بأنها تفصلها أيضا بنهر بهذا الاتجاه من التقدم الذي يأتي من الشرق، وبالتالي القوات الروسية تقدمت إلى ليفوبوريزيني بهذا الاتجاه وسيطرت طبعا على المدينة الصناعية لهذه المقاطعة إلى شمالها، وبعد ذلك بيوم واحد وب24 ساعة تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المقاطعة بأكملها، وبعد ذلك أيضا بدأوا بالتقدم شيئا فشيئا من مدينة أو مقاطعة سنترال بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحنا نحن أمام هذا الموقف بهذا الشكل بالضبط، والقوات الأوكرانية أصبحت هي موجودة في هذه المنطقة وفي هذه المقاطعة، ليس هنالك تقدم روسيا يذكر من الشمال بهذا الاتجاه، وبالتالي مدينة ماريوبول الآن تشهد حربا كبيرا جدا وحربا كبيرة بالشوارع طبعا بهذا الاتجاه وبهذا الشكل، وبالتالي هذا يوضح بأن القوات الروسية قد تكون الخطوة القادمة بعد السيطرة على هذه المقاطعة المهمة، قد يتقدموا من هذه المقاطعة التي ترونها بهذا الاتجاه ألا وهي بريسكوري بهذا الاتجاه، قد يتقدمون فعلا يسيطرون عليها وبالتالي يتقدمون ويخنقون ويقومون بعملية خنق كاملة لهذه المنطقة، وستربك القوات الأوكرانية الموجودة بهذا الاتجاه مما يجبرها على عملية الانسحاب، وقد لا يكون هنالك كثير بالنسبة للقوات الأوكرانية إلا عملية تدمير الجسور في هذا النهر والاستمرار في الصمود قدر الإمكان وعدم خسارة المزيد بالنسبة لها هذه المدينة المهمة للغاية بالنسبة إليهم. وعلى هذا الأساس نجد أن الموقف أصبح فعلا صعبا ومعقدا، والآن وما يجري حاليا هو قصف شديد على هذه المنطقة، قصف هائل جدا من القوات الروسية، وهذا القصف أصبح واضحا من الخرائط الحرارية القادمة طبعا من الجوجل أو من حقيقة من الجوجل إيرث من الأقمار الصناعية، سنلاحظ بأن هنالك حرائق موجودة في هذه المنطقة، هذا هو النهر الذي تحدثنا عنه، وكذلك حتى وكالة ناسا قد وضعت أيضا صورا لطبيعة ما يجري بهذا الاتجاه، هذا هو النهر طبعا الذي ركزنا عليه بهذا الاتجاه، وهذه هي طبعا الدمار والحرائق التي ضبطتها وكالة ناسا الفضائية. هنالك كذلك حرائق بهذا الاتجاه توضح بأننا أمام نوع من ردات الفعل بالنسبة للقوات الأوكرانية تحاول من ضرب هذه المناطق بهذا الاتجاه، وقد نكون أمام ضربات تأتي يمينا وشمالا على القوات الروسية من أجل إبطاء عملية التقدم على مدينة ماريوبول بهذا الشكل. وكذلك يجب أن ننتبه بأن هنالك عامل مهم قد دخل في هذه المعركة، أن القوات الروسية تحديدا من هذه المقاطعة الشرقية تقدمت القوات الروسية مع قوات إقليم دانييتسك التي رفعت علمها في هذه المقاطعة الشرقية المهمة، وكذلك أن القوات الشيشانية حاضرة في هذه المعركة، وهذه قضية قد تكون مثيرة للغاية للبعض، خاصة وأن القوات الشيشانية ظهرت في واحدة من آخر الفيديوهات قبل السيطرة على هذه المقاطعة وهم يقودون معاركا كبيرة
في هذه المقاطعة المهمة من أجل محاولة السيطرة عليها قدر الإمكان. وطبعا بالنسبة للقوات الشيشانية لديها خاصية المعارك وحرب الشوارع، وتستطيع أن تنهي المعارك بسرعة كبيرة للغاية، وهي تنفع جميع الأطراف بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما أخذنا عددا من العلامات لكي نتأكد من أن القوات الشيشانية هذه فعلا موجودة وهي تقاتل في مدينة ماريوبول، نلاحظ هذا المبنى بلونه الأحمر المميز بالنسبة لسقفه، وهذا مبنى كبير يأتي طبعا خلف هذا المبنى الصغير الذي نشاهده. وكذلك أيضا يجب أن ننتبه بأن هنالك المبنى الذي تركز عليه القوات طبعا الشيشانية بهذا الاتجاه، وهو هذا المبنى. كذلك هذا المبنى الكبير الذي طبعا واضح جدا من الفيديو قاموا بضربات مؤثرة بالنسبة لهم بحرب الشوارع. وهنا هذا مبنى صغير واضح وكأنه بيت سكني بسيط يأتي نوعا ما متقدما على المبنى الذي أشرنا إليه الآن. وكذلك كانت هنالك لقطة أيضا خلفية نوعا ما لهذه القوات الشيشانية، وهي طبعا تشتبك بهذه البناية، ومع هذه البناية توضح بأنهم في شارع فرعي طبعا، وهنالك شارع يقع خلفهم وهذا المبنى المميز بهذا الاتجاه. وبالتالي بالتوجه إلى الأقمار الصناعية وعلى عجالة لنتأكد من هذا الموقع فعلا أن القوات الشيشانية هي موجودة في هذه المنطقة قبل 48 ساعة. سنلاحظ بأننا سنتوجه إلى هذه المقاطعة الشرقية بهذا الاتجاه، وسنجد فعلا بأن القوات الشيشانية وأن هذا الفيديو هو يتطابق تماما مع ما كان موجودا. بالتالي هذا هو المبنى بسقفه الأحمر المميز، وهذا هو المبنى الذي يأتي خلفه المرتفع طبعا، وهذا هو البيت الصغير، وهذا هو المبنى الذي كانت القوات الشيشانية تشتبك معه بهذا الاتجاه، وهذا هو الطريق الذي يأتي خلفهم والمبنى المميز خلفهم. وبالتالي القوات الشيشانية موجودة في ماريوبول، وهي ليست سهلة أبدا، وواضح أنها تحسم الكثير من المعارك وقد تكون عاملا حاسما في هذه المعركة المهمة للغاية. وبالتالي السيطرة على ماريوبول، ولكي نفهم هذه القضية، السيطرة عليها سيعني الكثير بالنسبة للقوات الروسية، هي الربط مع شبه جزيرة القرم، هي معنى ذلك بأننا دعنا من خيرسون أن نضغط أكثر على ميكولايف من أجل السيطرة على أوديسا التي هي تمثل نصف واردات وصادرات أوكرانيا بأكملها عبر المياه. وبالتالي السيطرة على أوديسا، السيطرة على شمال البحر الأسود، السيطرة على بحر آزوف، وبالتالي ستكون أوكرانيا عبارة عن حبيسة وليس لديها أي إمكانية اقتصادية على الإطلاق. وهي أيضا تفتح الباب للقوات الروسية للسيطرة على مدينة دنيبرو الرئيسية والمهمة والتي لها ثقل استراتيجي بالنسبة للقوات الروسية، لأنها تفتح الباب لمحاصرة خاركيف بشكل أكبر، للتقدم إلى جنوب العاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي الموقف سيكون صعبا وصعبا للغاية على أوكرانيا وعلى الحكومة الأوكرانية. بالتالي هذه التطورات فعلا صعبة للغاية على الحكومة الأوكرانية، ولكن قد تكون في نفس الوقت هي تؤدي بسرعة كبيرة إلى نوع من التنازلات في هذه المفاوضات.